وخلال خطبة العيد في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أكد كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ العلامة أحمد حسن الطه أن كثيراً من الأبرياء يقبعون في السجون، مضيفاً أن السلطة لا تريد تفعيل قانون العفو العام. فقد كررنا الرجاء من السلطات عندنا بأن يتقربوا إلى الشعب شيئا ما، بأن يفعلوا قانون العفو العام في الأعياد، ومن شيم الكرام أن يحسنوا في الأعياد، ومن خلق الله أن يعفو في الأعياد، ولكن مع الأسف دون ما جدوى فلم يلتفتوا إلى آلاف السجناء الذين يقول رئيس الجمهورية الحالي، يقول دون تهمة، يعني هناك أعداد هائلة محبوسون دون تهمة، إذن لماذا؟